واحد بعت لي الصورة دي وضد المعارض او مؤيد للسيسي. انا بستغرب انه الناس دي، تخيل مثلا يعني لو كان اللي بعت الصورة دي اللي هو بيقول لك حاطط صورة السيسي وبيقول لك اضحك عشان اللي بيتحرق مننا بيتحرق اكتر، هل انت بتدير الدولة بسياسة كيد العزال؟ انا من يومي يعني طريقة النسوان ان هي واحدة بتكيد جارتها ووقعت على غسلها مش عارف وساخة علشان خاطر، احنا بنتكلم في دولة، احنا في وادي وانتوا في وادي، سواء كنت انت لجنة او كنت انت ضابط شغال ودي شغلتك ووظيفتك، في الحالتين المستوى يؤدي في داهية، في الحالتين المستوى يخوف، انه ازاي بكل بساطة ضابط مثلا الدولة صرفت عليه لغاية ما بقى ضابط عشان يبعت لواحد من المواطنين اللي مش عاجبهم الحكم العسكري يقول له كيد العزال. انا من يومي عزال ايه وكيد ايه واللي بيتحرق مننا بيحرقكم اكتر، ما قدامنا، انتوا اجبن خلق الله، نمتوا على بطنكم في السودان، انتوا مش بتتشطروا نمتوا على بطنكم قدام الصهاينة، انتوا مش بتتشطروا غير على المواطنين العزل المدنيين، لان انتوا اللي معاكم مفاتيح السجون وانتوا اللي معاكم السلاح بس. فالسلاح ده انت يعني جايبه من خزنة الدولة اللي هي من ضرائب المواطن اللي هي من فلوسنا عشان تخوفنا بيه، فده شيء حقير بحد ذاته. كونك بقى تبعت لي او تبعت للمواطن المصري اللي هو مش راضي عن سياسات العسكر تقول له كيد العزال انا من يومي، او تقول له، احنا بنتكلم في حاجة وانت في دنيا تانية خالص. الموضوع مش كيد نسا خالص، الموضوع انه في 100 مليون بني ادم ربنا خلقهم في البلد دي، لهم حقوق في البلد، ليهم حقوق في ثروات البلد، ليهم حقوق في التعليم، ليهم حقوق في الشغل، ليهم حقوق نص عليها الدستور، ليهم حقوق نص عليها القانون، لهم حقوق في البلد دي انت حرمهم منها او انت سارقهم منها. فسواء كنت انت ضابط الدولة ظرفت عليه لغاية ما بقى ضابط، او كنت انت لجنة بتبعت الكلام ده لكل واحد شايف ان هو معارض او بيقول لا انا مش عاجبني نظام الحكم، الدستور المصري بينص على ان احنا من حقنا نعارض، وكل مواطن حقه في التعبير عن الرأي سواء كانت بطريقة مسموعة او مرئية او مكتوبة، يعني بالفيديو او بوست او تويتة او يكتب حتى في جورنان، يكتب مقالة، يتكلم، يتظهر في التلفزيون، يعارض، ده حرية، حق من حقوق المواطنة. فانا مش متكاد منك ولا انا محروق منك ولا الموضوع شخصي خالص، الموضوع حقوق مواطنين. انت شايف ان انا مواطن مضطهد ومع ذلك بتبعت لي صورة زي دي كده، ده يعني يدل على انحطاط مش طبيعي في التفكير. لو فاكر ان الموضوع اتنين نسوان بيكيدوا في بعض يبقى عليه العوض في مخ الضابط ده او عليه العوض في مخ اللجنة ده، يعني الموضوع، يعني انا لما بتجيلي صورة زي كده ايه علاقة ده بان انا بتكلم في حرية التعبير عن الرأي اللي نص عليه الدستور المصري؟ ايه علاقة ده بان انا الرئيس اللي بيحكم مضى اتفاقية سد النهضة بدون ما يرجع لحد؟ ده خرق للقانون، ده خرق للدستور، اللي يسيب محور صلاح الدين ويحتل ويقف عاجز ويمنع المساعدات عن الناس ويجوع ويشوف محرقة ويسكت وعلى حدوده في امنه القومي، ايه علاقة كل ده بكيد النسوان؟ ان في واحد مش راضي عن اللي بيحصل علشان اللي بيحصل غلط، وانت كمان كمواطن مصري ازاي ايدك تطوعك تبعت حاجة زي كده لمواطن مصري، اخوك، بلدك، ابن بلدك، ابن منطقتك، ابن مدينتك، حقه ضاع ومقهور ومضطهد ومحروم انه يرجع بلده، واهله اتسجنوا واتبهدلوا وبيته انتهك وتم الاستيلاء على كل ممتلكاته بدون وجه حق وبدون قانون وبلطجة وبقلة ادب وبشتيمة وانت مأيد ده. انا مستغرب انت ازاي مخك راح فين. ما في ناس كتير مش راضية على حكاية الحكم العسكري بس بتسكت علشان خاطر بتنزل مصر، ناس انانية، هو بيستمتع بامريكا وعايش في الحرية ومش عايز اهل بلده يعيشوا في نفس الحرية، انه يعبر عن رأيه، انه يتكلم، انه يعمل اللي هو عايزه، يشتغل اللي هو عايزه، يدرس اللي هو عايزه، مفيش مكتب تنسيق، مفيش رشاوي، مفيش فساد، مفيش الكلام ده، هو مستمتع ده بس علشان ينزل الاجازة بتاعته في مصر في امان الله بيضطر ان هو ايه يسكت.
يعني هو نازل البلد يلبس تيشيرت السيسي وينزل بقى يعمل فيها تحيه مصر، انما هو بره بيقعد يشتم في السيسي وبيشتم، بس هو ما بيتكلمش بينه وبين صحابه، بس ما بيطلعش على علن زي واحد زي يعني. فالموضوع ما هوش اللي بيتحرق مننا بنحرقه اكتر. انت حطيت خط احمر لاكتر من دوله وكلهم انتهكوهم. تركيا انتهكت كل حقوقك الحمراء ولا خطوطك الحمراء، اسرائيل انتهكت كل خطوطك الحمراء، اثيوبيا انتهكت كل خطوطك الحمراء، الخليج انتهك كل خطوطك الحمراء. انت حاطط خط احمر لمين؟ انت مستوي على مين؟ على النساء والاطفال اللي هم قاعدين عزل في البيت، بتخش عليهم الساعه 2 بالليل ترهبهم وتخطف الرجاله ولا تضرب النسوان ولا تشتم ولا تسرق؟ انت شايف كده ان هي دي القوه وهي دي الرجوله وهي دي الحكم وهو ده سداد الراي وهي دي الدوله قايمه على كده، وبتبعت للناس اللي بتقول لا يا جماعه ما يدفعناش طريقه الحكم دي، احنا عايزين حكم ديمقراطي، عايزين واحد مننا شبهنا يحكمنا، مش عايزين ضباط، مش عايزين واحد مش فاهم، واحد جاهل، واحد عايزين بلدنا تبقى في بلد احسن، تبقى في مكانة احسن، تبقى تعليمنا يبقى نرجع زي زمان، لينا مكانة في التعليم في العالم، والناس تيجي تشتغل معانا وتشتغل عندنا وتعمل فلوس. كانت مصر دي قد الخليج مرتين ثلاثة، وكانت اغنى من الخليج مرتين ثلاثة. فلما بنتكلم في مكانة مصر اللي انحدرت وتيجي انت تبعت لي كيد العزال انا من يومي، ايه ده الموضوع؟ انا مش محروق منك ولا محروق، وهو اللي حارق اصلا ارض مصر، وحرق النيل، وحرق سينا، وحرق الشعب، وحرق الحقوق المواطنة، وحرق الحقوق المدنية، وحرق البلد، وحرق الناس احياء، وقتلهم هو والجيش بتاعه هو انا ما يشرفنيش ان الجيش المصري يكون بالحقارة والوساخة دي، ان هو يتفرج على محرقة وما يتدخلش، ما يحاولش، حتى مش هقول لك يحارب، يحمي الناس، يفتح الباب للمدنيين يجروا، حتى يبقى لهم مكان يهربوا، مش عامل ما بينهم قفص حديد ويسيبهم جوه يتحرقوا. الموضوع مش كد نسا ولا اتنين نسوان قاعدين على الشلتة يقهروا في بعض، الموضوع اكبر من كده بكتير. فانت لما تختصر او تختزل سياسة الدولة او المعارضة او طريقة الحكم في كيد العزال انا من يومي، طب انا ارد اقول ايه؟ اللي هو انا بسرق وحسرق، هي ليا ده للولاد، انت ببني بتبني، انا ببني، هو اعترف ان هو حرامي، بياخد يبني قصور بدون وجه حق وبدون ما يرجع لحد وبدون، ودي فلوس دي فلوس الشعب، دي فلوس البلد، دي مش فلوسه الشخصيه عشان يبني منها ويعمل وحد يكلمه ويقول له هعمل وهعمل. الموضوع مش عافيه ولا بلطجه، ولا انت مستقوي على عزل عشان انت معاك سلاح، ولا انت مستقوي على مدنيين عشان انت عسكري، ولا انت بتحتقر المدنيين عشان انت عسكري، لا، الموضوع اجنده صهيونيه خليجيه بتطبق، وطبيعي ان المواطن المصري يبقى مش راضي عنها. فسواء كنت انت ضابط مخابرات او في الداخليه وبعت لي الصوره دي، او انت لجنه شغال عنده، او انت واحد مغيب مش فاهم، يا رب دلوقتي تكون بعد الفيديو ده فهمت ان الموضوع موضوع حقوق مواطنه، ناس بتتكلم عن حقها في بلدها، ناس يعني لو خرجت بره وسافرت هتلاقي انه حقوق المواطن لا تمثل، المواطن ده اهم وحده في البلد. فعشان توصل بيك المرحله ان انت تبعت له شغل كده النسا ده، انا مش عارف اقول لك ايه، انا والله لساني عجز عن الرد، لان ده بيدل على مستوى من التفكير، انا في وادي وانت في وادي تاني خالص، الموضوع مش شخصي، ولا احنا واشوفك اضربك وتشوفني تتف عليا، الموضوع مش ملوش علاقه بالشخصيه خالص، موضوع اختلاف اراء ليس اكثر، موضوع حقوق مواطنه ليس اكثر، الموضوع حكم فاشي ليس اكثر. وفي الاخر اللي هيحصل انه التاريخ هيكتب لك كل ده، التاريخ هيكتب لك زي ما كتب عن ستالين وعن هتلر وعن هيكتب وعن ناصر وعن وعن هيكتب عن السيسي، لانه بكل بساطه الراجل قتل ونهب وسرق وفسد وخان وباع وفرط. فالموضوع مش كده نسا خالص، الموضوع واحد مغتصب السلطه قوات السلاح بيعامل ذكر وعامل 100 راجل في بعض على الغلابه اللي هم معهمش سلاح، بس ادي كل الحكايه. انما قدام الناس اللي معاها سلاح، سواء كنت اثيوبيا ولا الصهاينه ولا حتى حماس ولا اي حد، انت فرخه والناس كلها عارفه، انت جيشك بينام على بطنه في السودان، ده انت قدام الميليشيات بتاعت حميدتي فرجت علينا العالم،
يعني عمرها ما حصلت في الجيش الامريكي انه يزحف على بطنه من شويه ميليشيات، يعني دول يموتوا احسن، كرامتهم اهم من الخوف. انما انتوا جيش جبان اخره يقول لك انت مش عارف انا مين، ويعلي عليك صوته عشان عايز يركن مكانك في بنزينه، ادي اخره، ادي كبيره. انما عشان يحمي البلد، انما عشان يقوم بواجبات المنوطه بمهام وظيفته ما بيعملهاش، ما يعرفش يعملها، ما تدربش انه يحارب. سيسي نفسه عمره ما ضرب طلقه في حياته. واحد زي كده في وقت المواقف اللي بتحتاج شده بيبقى شديد على الشعب بس، انما ويقف ويجعر وبتاع. انما مع نتنياهو، مع مش امريكا، مع ايطاطي ويا فندم ويا حاضر، ويضم رجله ويحط الحاجات دي. الموضوع مش كده نسوان، ولا الموضوع ان في اجنده انا غير راضي عليها وملايين الناس غير راضي عليها بتطبق في بلدنا، وهنفضل نتكلم. فمش موضوع ملوش علاقه شخصيه خالص، ولا له علاقه بكده نسوان، ولا اللي انت بتبعته ده. فلو انت مش فاهم ارجو تكون فهمت، ولو انت ظابط يخيبتنا على الخيبه اللي وصلنا لها والمرحله اللي وصلنا لها. ويعني اتمنى ان حتى لو انت شغال لجنه او ظابط في المخابرات او ظابط شرطه او من الناس اللي هي بتايد، سواء كنت ماجور او مغيب، افتكر ان دول ولاد بلدك اللي حقوقهم اتسرقت بس، فهم الناس بتصرخ عشان حقوقها اتسرقت. فاحنا لا، انتوا محروقين مننا، احنا هنحرقكم اكتر. الموضوع مش غسيل ونقط على الغسيل، الجيران نقطت على الغسيل بتاعنا فطالعين نتخانق معاهم، ولا كده نسوان، ولا هنحرقكم اكتر، ولا ده يدل فعلا على ان اللي بيحكم واللي مؤيدينه فيش فيهم فايده. الموضوع يا ابني مش كده نسوان، انسى كده نسوان. دي دولة كبيرة جدا، غنية جدا، فيها ناس كتير جدا، فيها ليها تاريخ عريق وكبير قوي. فالناس صعبان عليها حال بلدها وحالها، مش كده نسوان خالص يعني، ولا الموضوع شخصي اصلا. يلا ما يعني انا واحد من البداية كنت مؤيد للسيسي، وبعدين بقيت معارض ليه، لان اللي بيني وبينه حكم مصر. لقيت حكم مصر ده في النازل، والبلد في النازل، والاقتصاد في النازل، والجنيه في النازل، والتعليم في النازل، والصحه في النازل، والباسبور في النازل كقيمه يعني تقدر تسافر بيه كذا دوله، والحال في النازل. بدات اقول له لا، يعني انا نزلت ايدتك في يوم من الايام واديت لك تفويض، انت خدت قرارات دي بناء على ايه؟ فانا من حقي احاسبه لان انا اللي جايبه، انت متخيل؟ فالموضوع كله علاقه مواطن بحكومته وحكومه بدوله، واللي هم اصلا المفروض يكونوا بيشتغلوا لحسابنا مش لحساب اجندات خارجيه. ما لهوش اي علاقه الموضوع لا بكده نسوان، ولو محروق مننا هنحرقك اكتر. وات ذا فاك، مخ اللي بيحكم البلد بسياسه كيد العزال انا من يومي، ولا اللي بيأيدوه ده يبقى ربنا يرحمنا برحمته يابا. ده احنا كده قدامنا كتير جدا يعني. حتى الامريكان لما عارفين ان ترامب مثلا عنصري يقول لك احنا عايزين امريكا تبقى جريت اجين، ما فيش حاجه اسمها كده العزال انا من يومي. الموضوع موضوع بلد، موضوع مستقبل بلد، ادي كل الحكايه.